العلاقات الصحية مبنية على الاختيار أكثر من الاضطرار. العلاقات اللي فيها نعطي عند القدرة ونأخذ عند الحاجة، ولا نخجل من طلب المساعدة ولا نخاف من تقديم المساعدة. عندما نعطي لا نتكبر، وعندما نأخذ لا نخزى. هي العلاقات اللي نقدر نعترف فيها بالضعف بلا خجل يعوق، وبالقوة بلا كبرياء يعمي. العلاقات اللي أقدر أقولك فيها أني أحتاجك لكني غير معتمد على احتياجك ليا، وإن توقفت عن الاحتياج ليا واعتمدت على نفسك فأنا أفرح. العلاقات اللي أنا أعتبر نفسي مسؤول تجاهك، مسؤول أمامك، ولكن غير مسؤول عنك، أنت المسؤول عن نفسك. كل واحد سيحمل حملة نفسه. أنا مسؤول عن اللي أقوله وعن اللي أعمله مهما كانت التأثيرات اللي وقع عليا، ولا أتخلى عن مسؤوليتي بسبب تأثيرات وقع عليا. العلاقات اللي أقدر أقول فيها إن الآخرين يؤثروا في حياتي لكن لا يحددون لي حياتي. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي أقدر أعمل فيها حدود، حدود وجدانية، حدود في الخصوصية، حدود في المسؤولية. هي العلاقات التي تعطي الآخر الحرية أن يكون وأن يختار وأن يفعل ما يريد. ولا تختزل العلاقة في واحدة. عندما أحب إنسان أحب أن تكون له علاقات أخرى متعددة غير علاقته بي. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي نقدر فيها نقرب من غير ما ندوب في بعض، ونبعد من غير ما نهجر بعض ونكره بعض. العلاقات الصحية هي العلاقات التي تواجهنا بالحقائق ولو كانت مؤلمة. هي العلاقات اللي نقدر نقبل فيها بدون ضغط ونرفض بدون ذنب، ولا نخشى الاستغلال في الأولى ولا الخصام في الثانية. العلاقات الصحية هي العلاقات التي تجعلنا ننمو ونعمل على نمو الآخر، وتزداد العلاقة عمقاً وغناً وثراءً عندما ينمو كل واحد في طريقه. هي العلاقات التي تستطيع أن تصنع حدوداً، والعلاقات التي تحترم خصوصية الآخر وتحب مصلحته وليس فقط سعادته، وتحب نموه وليس فقط رضاه. هي العلاقات التي نكون فيها مسؤولون دون تدخل ودون سيطرة. هي العلاقات التي تجعل كل واحد منا ينمو ويتطور ويفرح لنمو نفسه ولنمو الآخر. النمو في العلاقات، صحة العلاقات وصحة الزواج من أهم روافد الصحة النفسية والروحية.